أنا ما نسيتش يا حبيبي، ومش عايزة أنسى. اللي كان بينا ده كان حاجة كبيرة جدا، واللي حصل لنا زمان كان غصب عني وعنك. كلهم قدروا علينا وفرقونا. شاهي لقيتها فرصة إنها تبيع وتشتري فيا لمصلحتها، مرحمتنيش. حتى أنت ما قدرتش إنك تعمل أي حاجة، وأنا عارفة مش بلومك، بس ما ينفعش يا حبيبي بعد اللي حصل فينا ده زمان ان احنا ما نكونش مع بعض. ما ينفعش ان احنا نديهم فرصة ولتاني مرة انهم يكسرونا. يا حبيبي احنا ضحايا، هما اللي يستاهلوا الكسر مش احنا. وبعدين الوضع دلوقتي اختلف عن زمان، واحنا الاتنين دلوقتي نقدر. نقدر؟ نقدر يا شروق؟ وبعد ايه؟ انت نفسك لسه قايله ان الوضع اختلف عن زمان، مفيش حاجه بترجع زي الاول. لا يا حبيبي بترجع، احنا لو احنا عايزين نرجعها هترجع، واحسن من الاول كمان. انا عارفه ان الموضوع صعب بس مش مستحيل. بص يا شروق كده بصراحه، من غير لف ودوران، انا بحب مراتي. حقك، وانا مش بقولك ولا طلقها ولا سيبها. امال انت عايزين اعمل ايه يعني؟ حياتي خليك معاها زي ما انت، بس برضه في نفس الوقت تكون معايا. انت بتقولي ايه؟ ازاي اعمل كده في مراتي وام ولادي؟ دي اللي استحملت معايا سنين الشقة والعذاب، اعمل فيها كده؟ لا، انا برضه يا ماجد مش هقبل ان انا اعيش من غيرك. انا ما حبيتش في حياتي ولا هحب حد غيرك. وانا كنت فعلا بحبك يا شهود. كنت؟ اه كنت، وحتى لو في جوايا أي مشاعر من ناحيتي فده هيبقى على حساب بيتي ومراتي، وأنا مش هعمل كده. يا حبيبي أنا مستعدة أسيب الدنيا علشانك، أسيب كل حاجة وأبقى معاك. وأنا مش مستعدة أشوف، حتى لو كنت حب عمري مش مستعد. المفروض ان احنا نصلي. تيتا هناك ايه؟ تيتا! تيتا! زياد! تيتا وحشتيني قوي يا تيتا. يا حبيبي يا حبيبي، وانت كمان، انت كمان وحشتيني قوي. وريني كده حلاوتك يا جماله. انت مش لازم تقعدي هنا تاني، انا مش عاوز حد يضربك تاني ومش هسيبك تاني. يا حبيبي بس انا ما حدش عامل لي حاجه. لا انا شفت الفيديو بتاع الراجل الوحش اللي زعقلك، وما تزعليش بس ولا حد هيقدر يلمسك وانا معاكي حبيبي. سلام. حقك عليا يا امي، ما تزعليش مني. انا ما كانش قصدي اعمل كده، وما كانش قصدي اخليكي تعملي كده. يا زياد ما تزعلي مني. انت عملتيه فيا خلي اكتر من كده يحصل لي. خلاص بقى يا امي، حقك عليا، ما يبقاش قلبك اسود وادي راسك ابو سعيد. عشان خاطري يا امي ورحمه ابويا لا تسامحيني، وانا هوعدك انه انت هتشوفي واحده تانية خالص. عشان خاطري يا امي سامحيني. طيب يلا نروح يا تيتا، انا مش هسيبك ابدا. ماشي كلامك يا عم. استنى يا زياد. ام محمود تعالي، تعالي يا ام محمود، يلا عشان انت هتيجي معايا. ما ينفعش ست فاطمة. هو ايه اللي ما ينفعش؟ يعني ايه ما ينفعش؟ انت قوتيني عندك في البيت، يعني بعد كده اسيبك وامشي دلوقتي؟ بس مش بخاطرها، ربنا ما حرمتش من بعض ابدا. توكلي على الله. روحي يا حبيبتي، ربنا ما يحرمك من حبايبك ابدا. روحي روحي في رعاية الله. خلي بالك منه. لا اله الا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. خطف ايه؟ خطف ايه؟ الله يخرب. خطف ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، الخاتم.
رحت وديت العيال في داهية معاك يا حسين. يا نهار اسود يا نهار اسود، زمانهم قالوا اسمي ده بيدوروا عليا. ردي، مش ناقصة برود خالص. يا حسين. ايه يا ليلى؟ انت فين؟ يا حسين، عامل ايه؟ ده الموضوع ما طلعش زي ما انا كنت فاكر. الموضوع طلع له علاقة بطريقة اخوكي حكمة. حكمة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ليلى ما تستهبليش، انت فاهمة انا بتكلم على ايه كويس؟ انا بكلمك عن الخاتم. خاتم ايه يا حسين اللي انت بتتكلمي عليه؟ طب خليكي زي ما انت كده مش فاهمة. انا هروح لهم بقى واقول لهم على كل حاجة واللي حصل قبل ما حكمة تختفي وهم يتصرفوا. لا انت مجنون ولا ايه؟ انت كده هتلبس نفسك. هلبسنا كلنا طول ما انت بتستعبطي كده. حسين بجد، طب ممكن اقول لك على حاجه؟ ممكن تهدى كده وانا هاجي اقعد معاك ونتكلم؟ لا مش ههدى، مش ههدى انا. خطف ايه اللي انا البسه بسببك ده؟ اقسم بالله العظيم لو ما جيتي دلوقتي لا هتربق الدنيا باللي فيها. يا حسين في ايه؟ قلت لك جايه. والله العظيم لو ما جيتي انا هروح اقول لهم على كل حاجه. ما خلاص خلصنا، جايه. باي بقى، باي. مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. هطق من جناب امي عايشه من البت دي؟ ما انت اللي خايب ومفضي قدامها، ليها حق تركبك وتتدلل. لا بقول لك ايه، ما تزطيش فيها. مش علاء اللي تركبه مره. مش بالكلام يا غالي، مش بالكلام. قصدك ايه؟ قصدي انك لازم تديها قلم عشان تحس قيمتك وتحس الفرق بينك وبين اللي فضلته عليك. ما تنجزي وتجيب اللي في عيبك انت كمان. انا عن نفسي ما عنديش حاجه يا بيبي، انا بس صعبانه عليا كسرتك دي وعايزاك تفوق لنفسك. ما انت اصلك ما جربتهوش. هو ايه ده؟ وجع القلب. والله العظيم يا حبيبي ولا قابلتها ولا كلمتها، انا ما اعرفش هي عرفت منين. انت هتستعبطي يا شروق؟ هو في حد غيرنا يعرف الموضوع ده؟ يا حبيبي مش يمكن شافتنا مع بعض وسالت من وراك. هتسال مين؟ وبعدين حتى لو شافتنا هي تعرف منين ان احنا كنا متجوزين اصلا؟ طب انا اعرف منين؟ يا ماجد انا عمري ما افكر ان انا اذيك بالطريقه دي. لو النبي بقول لك ايه، شوفي لك كلمتين غير دول، لان انت اصلا من ساعه ما عرفتك كنت ما بتعمليش اي حاجه في حياتي غير انك بتاذيني، وحتى لما ربنا كرمني وخلصت منك راجعه تاني عشان تبوظي لي حياتي. انا يا ماجد؟ انت يا شروق. طب اهدى اهدى يا حبيبي واسال نفسك سؤال واحد بس، هو انا ليه ظهرت في الوقت ده؟ مش يمكن عشان سبب معين؟ مش يمكن دي علامة؟ لا والنبي، ده على اساس ان انت ظهر لك في الورق ان احنا نرجع لبعض. بقول لك ايه يا شروق، ما تفكك بقى من الشغل بتاعك والشويتين دول عشان مش هينفعوا معايا اصلا. الشغل بتاعي؟ الشغل بتاعك يا شروق، احنا هنقعد نلف وندور على بعض. الحقيقه الوحيده اللي انا اعرفها يا شروق انك من ساعه ما ظهرت في حياتي وانا حياتي بتتدمر، وانا مش هسيبك تبوظي لي بيتي واقف اتفرج عليكي. كده يا ماجد؟ كده. والاخر مره هقولها لك، انسيني خالص يا شروق، وانسي انك كنت تعرفيني اساسا. ماشي ماشي، لو ده اللي هيريحك حاضر يا حبيبي، انا هعمله لك. حبيبي ايه؟ حبيبي ايه؟ احنا مش خلصنا من الموضوع ده، انت حاجه صعبه. مش هتشوف لنا لقمه حلوه كده ناكلها على النيل الجميل ده اللي يفتح النفس؟ ما عندناش اكل. لخص. انا عاوز منك خدمه. يا سلم، وبنتك التانية حبيبة قلبك فين؟ لا ما هو الخدمة مش ليه، الخدمة تخصها هي. خير يا عناي؟ خير إن شاء الله. أنت فاكرة الواد اللي اسمه ماجد اللي كانت متجوزاه زمان واللي أنت طلقتيها منه بالغصب؟ مال ما ملوش. بنت الكلب قعدت تحارجم عليه يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما عرفت طريقه فين. طب وبعدين؟ ولا قبلين جننت، جالها الهفهف، رامت جتتها عليه. شكلها كده بقى عاوزه ترجع له تاني. افطرك ايه بقى يا حبيبي؟ انا عاوز بيض بالبسطرمه وطعميه وفول وشقه بط كده متلجه على ذوقك. عيني اوبن بوفيه. حبيبتي ابوك. مش مصدقك، كل حاجه بتعملها غلط، كل حاجه يا حسام. بقول لك ايه، قاعدة في الهوا ولا حاسة بحاجة، وأنا قاعد مرمي مخنوق في الشقة عندك.
فين ده يا حسام يا حبيبي؟ ما انت بره اهو بتتفسح وبتتهوى. لا ليلى بلاش استعباط، اهدي كده وبلاش استعباط. انا ما عملتش اي حاجه. ازاي يعني مالكش دعوه بحاجه؟ هو مش انت اللي سرقت الخاتم؟ انت سايبه الموضوع كله وماسكه في الخاتم. طبعا، ما هو السبب اللي احنا فيه. وايه اصلا اللي جاب الخاتم عندك؟ عادي يعني يا حسام، تلاقيه وقع منها لما جت واتخانقت معايا. وبعدين ده بيتها، في ايه؟ يعني هي تجيلك وتتخانقي معاها وتختفي صدفه، وصدفه برضو ان انا الاقي الخاتم بتاعها في الصاله. انت بتلمح ليه يا حسين؟ انت اللي قتلتيها يا ليلى. انا ما قتلتش حد، انت مجنون ولا ايه؟ حطي نفسك مكاني ورتبي الدنيا كده، يمكن انا اللي مش فاهم، وشوفي هتشوفي ايه. حبيبي، ما انا قلت لك اللي حصل. هي جت خانقنا جامد جدا مع بعض وشدينا، ما حصلش حاجه تانيه. ها عادي يعني، كان المفروض ان انا اسجدها علشان تسكت وتمشي، قلت لها ان احنا اتجوزنا. وبعدين بعتت الفيديو اللي هي صورته لنا العيسى. يا نهار اسود. يا نهار اسود. فضلت بقى مستنيه عيسى في البيت، فعيسى جه فاتخانق معاها. امسحي الفيديو يا هانم. لا مش همسحه، انا هحط لكم الفيديو ده على كل مواقع السوشيال ميديا. ما كانش يقصد، خبطها غصب عنه، وقعت دماغها اتفتحت ماتت. وقتلت فيها؟ قلت لك مش انا اللي قتلتها، عيسى، وكان غصب عنه. نهار السوء. بس ازاي؟ هو كان بيدور عليها في كل مكان. ايوه، ما هو كان لازم يعمل كده عشان ما حدش يشك في حاجه، واصلا ما حدش كان يعرف حاجه، لحد لما حضرتك بقى سرقت الخاتم فتحت علينا باب جهنم. ميرسي جدا على وقتك يا مدام أمنية. ممكن تدخلي في الموضوع على طول؟ طبعا، بس هو بصي الموضوع قديم. مساء الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ماجد، ازيك؟ عامل ايه؟ رد عليا بقول لك، ايه اللي جابك هنا؟ في ايه ده؟ انا جاي اصلح اللي انا عملته زمان. زمان؟ انا مش فاهمه حاجه، مين دي يا ماجد؟ ممكن اعرف مين حضرتك؟ انا شهيره، شهيره ابراهيم، اخت شروق اللي كان متجوزها زمان. انت جاي عايزه ايه يا شهيره؟ ما كفاكيش اللي عملتيه فيا زمان؟ عايزه ايه؟ ما هو انا جاي اعتذر عن اللي عملته زمان ده، وطبعا اعتذر عن تصرفات شروق. انت عارفها بقى وعارف حركاتها اكتر مني. واعتذارك مرفوض، وانا مش قابله ومش طايق اشوف وشك اصلا. اتفضلي اطلعي بره. خلاص اهدى، مش كده. انا ممكن امشي عادي جدا على فكره، بس هو بصراحه انا كنت عايزه اقول لك حاجه تانية. قولي اللي عندك يا شهيرة وخلصي. أنا لما طلقتكوا زمان كانت شروق حامل. ماجد، أنت عندك بنت من شروق، عشان كده شروق بتعمل الحركات اللي هي بتعملها دي، مش عشان حاجة تانية صدقني. حامل؟ أنا ممكن أشرب شاي؟ الكلام ده حصل من إمتى؟ هي كانت حامل في التالت، بس ما قالتش لحد، ما كناش نعرف. وازاي شروق ما تقوليش انا؟ ما كانش في فرصه وقتها، بعدين انت عارف شروق وحركاتها اكتر مني. ودلوقتي ما اعرفش ايه اللي في دماغها، بس اكيد كانت هتقولك. انا عارفه انه الحقيقه صعبه وبتوجع، انا حاسه بيكي طبعا، بعدين انت ام، فحطي نفسك مكانها، اكيد كنت عايزه عيالك يتربوا مع ابوه. كنت جاية تقولي لي الكلام ده دلوقتي ليه يا شهيرة؟ ها؟ فجأة بقيتي مصلحة اجتماعية؟ لا، بقولك ايه؟ أنا مش وحشة قوي كده، في أنت هتزعلني ولا ايه؟ وبعدين أنا غلطت زمان، بس أول ما لقيت فرصة أصلح ما ترددتش. وأنا مش مضطر أصدق الكلام ده. أنا ما ينفعش أصدقك أصلاً يا شهيرة، لأنك أنت إنسانة كذابة، والموضوع ده كله ده مش مصدقه، وأنا ماليش بنات. استني يا أمنية، روح شوف بنتك.